بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة لفيديو الصباح اللي أشرنا فيه إنه الكاميرا اليوتيوب رايحة يعني تحديث الجديد إنه يشتغل مع أقل من 1000 مشترك، وهذه بشرى سارة لكل القنوات الصغيرة. والآن بدنا نجيب موبايل آخر وحنشوف الخطوات مع بعض. هاي هذا الموبايل، وهنا صفحة اليوتيوب، شايفين؟ بنضغط على علامة الزائد بيعطينا إنشاء فيديو أو تحميل فيديو أو بث مباشر. إحنا اللي بيهمنا في الموضوع البث المباشر. ضغطنا بث مباشر ويعطينا هذه الصفحة قيود جديدة. سيرتفع الحد الأدنى الأقصى عفوا مع ارتفاع عدد الفيديوهات في سجل منشئ المحتوى على اليوتيوب، ويبلغ الحد الأقصى حاليا 25 بالإضافة إلى المشتركين. سيتم ضغط الأرشيف تلقائيا على الخاص بعد إنشاء الفيديو. بعد أن يصل عدد المشتركين في قناة المنشئ المحتوى إلى 1000 مشترك، سيتمكن من الاستفادة من الإصدار الكامل من ميزة البث المباشر على الجهاز الجوال. طبعا اللي أقل من 1000 وأقل من 500 رايح يبلغ الحد الأدنى الأقصى حاليا 25 إضافة إلى المشتركين. كيف نعمل البث المباشر؟ نترك الأرشفة تلقائيا على الخاص بعد إنشاء الفيديو كما هو موضح في القيود الجديدة. بنضغط على كلمة البدء، هاي شايفين إنشاء عنوان مطلوب. نكتب مثلا نضغط على كلمة إنشاء ونكتب مثلا بث هاي بث تجريبي. بنخليه مثل ما قلنا، بنخليهوش يعني علني، لا بنخليه خاص او غير مدرج. طبعا نخليه غير مدرج وبعدين بنحوله الى العلني. عفوا بنخليه علني بعدين. هاي نضغط على علني، بنكتب الموقع مثلا بني سهيلة. معلش يا جماعة أنا بصور وبكتب بيد واحدة. موقع بني سهيلة، شايفين الجمهور؟ هذا الفيديو مخصص للأطفال، نكتب لا. تحديد الخيار، هذا الفيديو غير مخصص للأطفال. بعدين نيجي تحت ونعمل اختيار التالي، عفوا هنا التقاط الصورة. هاي الصورة التقطت يعني تلقائيا على العنوان بث تجريبي. بننزل تحت بث المحتوى مباشر، بيعطينا هذا تدوير البث في وضع أفقي أو الوضع العمودي. بنخليه الوضع العمودي وبنضغط زي كده. بعدين هي الآن بحمل كده، بيبدأ معانا البث المباشر. شايفين يا جماعة كده بيبدأ معانا البث المباشر. هنا الصورة نقدر نقلب الصورة مثلا الخلفية، نحول صورة الموبايل للصورة الخلفية كما هو موضح أمامنا في الفيديو. وهنا التعليقات، وهنا نختار أي واحد من هدول، إما عادي أو شعاع أو
احمرار وجه وما شابه، احنا بنخليه مثلا على الفقاعات او حفلة راقصة. هاي كده فيها حفلة، هذه اسمها فقاعات في الفيديو، وهذه حفلة راقصة. هذا مثلا حلم. أنا طبيعتي في الحفلات المباشرة بعملها فقاعات، من أي ترسة بنيجي على الترسة هذه، الاثنين فوق بعض شايفين، بعدين بننزلها كده، وبعدين نعمل بث البث مباشر. هذا بدنا نشيره على مع الأصدقاء أو على المنتدى، بنيجي هنا وبنكتب مشاركة، بنيجي هنا وبنحط مشاركة عشان ننزله على المنتدى. طبعا احنا عشان ما فيش عندنا المنتدى مش نازل، مش راح ينزل على المنتدى، نقدر نشيله مثلا على الفيس او على باقي من المجموعات التواصل او عبر تطبيقات التواصل الاخرى، برامج التواصل الاخرى مثل الفيس او الماسنجر او التويتر. القناة هذه اللي معانا ما هواش مستوفي الشروط، يعني حوالي اقل من 300 مشترك. وهكذا نأتي اليوم على نهاية. طبعا بدنا ننهي الحفل، كيف بدنا ننهي الحفل؟ مثلا هاي الحفلة تاعتنا شغالة، وفي بعض اللي دخلوا معانا مثل عبد النجار، السلام عليكم. اجي انا مثلا اكتب له، وانا مش راح اكتب له وعليكم السلام، لا، البرنامج هذا بس كتابة كلام، والكتابة واحد بيخرج بروح على اليوتيوب وبكتب اللي بده اياه. مثلا قعدنا في الحفل ساعة، ساعة ونص، ساعتين، وفي الأخير مثلا بدنا نسكر الحفل. لما نسكر الحفل نيجي نضغط على علامة الإكس، معلش الإشعار هاي الإكس هنا إيش مكتوب؟ هل تريد فعلا إيقاف البث؟ إذا بدي أوقفه بدي أوقفه، بعمل حسنا كده الحفل هاي يسكر. كده احنا سكرنا الحفل، يعني انتهى البث المباشر. عملية التشغيل ايش بيعطينا في الجدول؟ العنوان اللي هو بث مباشر، عملية التشغيل 1، اجمالي وقت المشاهدة 19 ثانية، معدل وقت المشاهدة برضو 19 ثانية، عدد المشاهدين 0، المدة 3 دقائق. بعدين نيجي في النهاية نعمل تم. كده تم. سيتم حفظ البث على أنه خاص، يمكنك تغيير مستوى العرض الخاص به في أي وقت. نعمل تم. طيب بنيجي هون، احنا عملناه خاص لكن هو كان علني، جاء الحين البث التجريبي. في عندنا تحت تعديل او حذف، يعني ضغطنا على الثلاث نقاط هذول شايفين يا جماعة، هاي في ثلاث نقاط هنا، هذا هو البث التجريبي اللي قمنا فيه. بنيجي نضغط على الثلاث نقاط هذول يعطينا تعديل اما حذف. احنا شو نعمل؟ نعمل تعديل. ها اضافة وصف اللي هو بث تجريبي، مثلا نكتب قمت ببث تجريبي قمت ببث تجريبي إلى ما شابه. ده على سبيل المثال يا جماعة عشان أوضح الفكرة.
بعدين نحول من خاص إلى عام. احنا كتبنا العنوان وكتبنا مثلا الوصف، مثلا قمت ببث تجريبي كذا كذا كذا، بعدين نيجي على الخاص نعمله علني. ولما عملناه علني نيجي هنا، هاي أعطانا علني وبني سهيلة اللي هو الموقع، إضافة إلى قائمة التشغيل، لا إضافة علامات بعدين بنظبطها في استوديو اليوتيوب في جوجل. بعدين نيجي هنا نعمل حفظ، مدام عملنا حفظ هاي البث التجريبي نزل. شايفينه يا جماعة؟ يعني في مشاهدة واحدة منذ دقيقتين. احنا ده عملناه كمثال، يعني في الآن بالنسبة للقنوات الصغيرة تفتح بث مباشر حتى لو كان معها 50 مشترك أو أقل من 50. أعزائي المشاهدين، نأتي على نهاية الحفل اليوم، الفيديو التوضيحي. نتمنى ينال إعجابكم، متنسوناش في الدعم المقطع الفيديو بالإعجاب والمشاركة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.